داتا، من نتعرف على بعض صفات الأسيدز، إنه الأسيدز بشكل عام they have sour taste، فالطعم المر للليمون وللخل بسبب هذه الخاصية. بتفاعلوا الأسيدز مع المعادن زي مثلا الصوديوم حتى بتلقوا غاز الهيدروجين، تفاعلوا مع الكربونات أو البايكربونات. الكربونات هي CO3 ناقص 2، أو البايكربونات اللي هي HCO3 ناقص 1 وبتلقوا غاز ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للبيسز، من الصفات العامة إلها إنه they have bitter taste، طعمهم مر، زلقين، في السليبري ماني سوبس كونتين بيسز، لهذا السبب الصابونة زلقة. الآن إحنا بنعرف من تعريف برونستيد للأسيدز إنه هو عبارة عن بروتون دونر، والبيس هو بروتون أكسبتر. ففي هذا المثال اللي عندنا، إذا اعتبرنا الأسيد هي المية، فالكونجيكيت بيس بتاعيها بده يكون الهيدروكسيد. وإذا اعتبرنا إنه البيس عندنا هي الأمونيا، فالكونجيكيت أسيد راح تكون الأمونيوم، والبيس بتاعيها هي الأمونيا. بنلاحظ إنه الكونجيكيت بيس تختلف صيغته عن الأسيد، إنه غالبا ما يكون بيحمل شحن سالبي أو عليه زوج إلكترونات غير مرتبط زي حالة الأمونيا. الشغلة الثانية إنه صيغته بتكون أقل بمقدار بروتون عن الأسيد البارتنر بتاعه. فلو أخذنا هذا المثال، مطلوب منا نعمل كونجيجيت أسيد بيس، كونجيجيت أسيد بيس. فعندنا ال HF هو الأسيد اللي بيشبهه بالصيغة، وأنقص منه ببروتون واحد هي ال F ماينس الفلورايد، إذا هي الكونجيجيت بيس ل HF. إذا HF F ماينس عبارة عن كونجيجيت أسيد بيس. الحاجة الثانية، الآن لما نأخذ الأمونيا، الأمونيا معروفة إنها هي بيس من صفاتها، الأمونيوم هو الأسيد، والأمونيوم بيختلف عن الأمونيا إنه أنقص منه من ناحية الصيغة بروتون واحد. فإذا الأمونيا هنا هي الكونجيكيت بيس تعي الأسيد اللي هو الأمونيوم. فإذا الأمونيوم نعتبره أسيد، والكونجيكيت بيس تاعته الأمونيوم. في المثال هذا بدنا نعرف أو نتعرف على الكونجيكيت أسيد بيس. بذكر لأنه المعطيات هنا عندنا A B C، واحدة منهم not conjugate أسيد بيس. لو اطلعنا على النيتروس أسيد والنيتريت، بنلاحظ إنه أسيد والنيتريت عبارة عن كونجيجيت بيس له اقل منه بروتون، اذا هذا كونجيجيت اسيد بيس. لو رحنا للميثيل امونيوم قارناها بالميثيل امين، بنلاحظ انه الميثيل امين انقص من الميثيل امونيوم ببروتون، اذا الميثيل امونيوم هو عباره عن الاسيد والميثيل امين هي الكونجيجيت بيس عندنا. لكن هنا عندي أنا الكربونيك أسيد، هذا هو الأسيد، فلو بتطلع الكونجيكيت بيس بتاعيه لازم يكون أنقص منه فقط ببروتون، إذا هي لازم تكون HCO3 ناقص 1، إذا هذا لا يعتبر كونجيكيت أسيد بيس. وهنا توضيح إضافي ليش شو الكونجيكيت أسيد بيس المفروض يكون للكربونيك أسيد اللي هو HCO3 ناقص 1. وبشكل عام تمارين إضافية على الرابط هذا للكونجيجيت أسيد بيس.
الآن نيجي لصفات المية. المية معروف عنها إنها بتتفاعل مع نفسها، بتعمل أوتو أيونيزيشن، ما يعرف بالأوتو أيونيزيشن. حبيبة ماء بتتصرف تصرف الأسيد، وحبيبة الماء الأخرى بتتصرف تصرف البيس. الأسيد بيمنح البروتون، والبيس بيستقبل البروتون، إذا بعطيني الهيدرونيوم اللي هو يعتبر كونجيجيت أسيد لحبيبة المية اللي أنا اعتبرتها بيس، وبعطيني الهيدروكسيد اللي هو كونجيجيت بيس للأسيد اللي حبيبة المية اللي اعتبرتها أسيد. اللي بيميز هذا التفاعل إنه تفاعل اتزان زي ما أنتم شايفين هنا أو هنا أو هون. إذا في له ثابت اتزان، ثابت الاتزان هذا بنسميه كي دبليو، وقيمته 1 ضرب 10 قوة ناقص 14 على درجة 25 درجة مئوية. الآن صيغته كي دبليو هنا إيش بده يساوي؟ بده يساوي تركيز الـ H بلس اللي هو نفسه الأمونيوم الهيدرونيوم في تركيز الهيدروكسيد الاتزان. يعني التأيّن الذاتي للمية هي معادلة إنه المية بتعطيني H بلس و O H سالب. طبعا إذا بدي أكتب ثابت اتزان هي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. بما إنه المية ليكويد عندي هنا، فما بندخلها في تعبير ثابت الاتزان لأنه قيمتها عبارة عن واحد. فإذا بصفي KC هو عبارة عن KW هو تركيز الهيدروجين كاتيون في تركيز الهيدروكسيد عند لحظة الاتزان. كي دبليو تلفظ الايون برودكت كونستانت اوف ووتر، وهي عبارة عن حاصل ضرب الاكوليبريم مور كونسنتريشن اوف البروتون او الهيدروجين كاتيون ضرب الهيدروكسيد عند درجة حرارة معينة. بدنا نحفظها هذه 25 كي دبليو بساوي 1 ضرب 10 قوة ناقص 4. لأن شو معنى إنه تركيز الـ H بلس بيساوي تركيز الهيدروكسيد؟ إنه المحلول عندي متعادل، النيوترال كله متعادل. شو معنى إنه الـ H بلس تركيزه أعلى من الهيدروكسيد؟ المحلول أسيديك اللي هو بنسميه حمضي. ال H بلس أقل من الهيدروكسيد، يعني الهيدروكسيد تركيزه أكثر، المحلول عندي قاعدي. الآن نحل أول تمرين هنا. The concentration of hydroxide ion in certain household ammonia cleaning solution is 0.0025 مولار. calculate the concentration of ال H plus. معطيني انه انا عندي محلول الامونيا المنزلي اللي يستخدم للتنظيف بيحتوي على تركيز هيدروكسيد بيساوي 0.0025 مولار. طالب مني تركيز ال H plus كم؟ كم تركيز الـ H بلس؟ طبعا هيك أسئلة المفروض إنه درجة الحرارة التمبريتشر تساوي 25، لأنه بدي أستخدم أنا كي دبليو. كي دبليو فقط ثابت عند درجة حرارة 25 أو ثابت عند درجة حرارة معينة، وبعرف أنا قيمته عند درجة حرارة 25 اللي هي بتساوي 1 ضرب 10 قوة ناقص 14. إذا كي دبليو لأنه هذا محلول مائي aqueous solution بتساوي ال H plus في تركيز ال OH minus. بنعوض كي دبليو بانه احنا درجة الحرارة اعتبرناها 25 وعندنا aqueous solution، اذا 1 ضرب 10 قوة 14 بدها تساوي تركيز ال H plus اللي انا بدي اوجده في تركيز الهيدروكسيد اللي معطيني اياه من السؤال اللي هو 0.0025. الآن هنا نقدر نحسب تركيز الـ H بلس. الحالة بتساوي 1 ضرب 10 قوة ناقص 14
على 0.0025 ويساوي القيمة اللي واضحة أمامكم هذه لأربعة ضرب 10 قوة ناقص 14. مزيد من التمارين مشابهة للتمارين اللي حليناها موجودة على هذا الرابط. الآن نيجي لموضوع جديد اللي هو الـ pH scale. قبل ما نمشي في لستة هذه القوانين بدي أشرح لكم إياها على سلايدات إضافية. فإذا الـ pH، بدنا نشرح الـ pH اللي هي عبارة عن الـ acidity measurement. هلا الـ pH لأي حاجة معناتها لأي solution، هي الـ B هي معناتها function ناقص log القيمة اللي بتيجي بعديها. القيمة اللي بتيجي بعديها هي المقصود فيها تركيز البروتون. بنفس الحاجة أنا بقدر أقول إنه أنا عندي B O H اللي هي عبارة عن B O H function اللي هو عبارة عن ناقص log القيمة اللي بتيجي بعديها اللي هي إيش؟ الـ O H minus. فهذه الأشياء إحنا بدنا نكون على دراية فيها. فمثلا لو عندي أنا بي اتش تساوي 7، بكون المحلول عندي نيوترال سوليوشن. إذا كانت البي اتش أقل من 7 بكون عندي acidic solution. وإذا كانت الـ pH أكبر من 7 بكون عندنا basic solution. الآن مثل ما في مثلاً pH و pOH، أنا بقدر أقول في بي كي. بي كي بشكل عام هي ناقص لوج الكي. فلو أخذنا أنا بي كي دبليو مثلا اللي هي معناته ناقص لوج كي دبليو اللي هو 1 ضرب 10 هو ناقص 14، إذا بدها تساوي إيش؟ 14. مشان هيك بقدر أستنتج إنه 14 شو بتساوي؟ بتساوي البي اتش زائد الـ بي او اتش. طبعا الاشتقاق هذه احنا بقدر اكتب لكم اياه هنا فقط للعلم. الاشتقاق انه انا عندي كي دبليو، كي دبليو بتساوي الـ اتش بلس في تركيز الـ او اتش ماينس. دخل ناقص لوج للجهتين، ناقص لوج الـ kW شو بده يساوي؟ 14. هذا بده يساوي ناقص لوج الـ H بلس. ناقص لوج الـ H بلس هي عبارة عن إيش؟ الـ pH، تمام؟ ناقص لوج الـ O الـ OH ماينس الـ OH عفوا ماينس مش أوكي. ناقص لوج الـ OH هي عبارة عن الـ pH، إذا زائد الـ B OH. فمشان هيك إحنا بنقول إنه 14، هذا طبعا إثباتها لكن مش مطلوب، المطلوب إنه نحفظ هذا. بنقول إنه الـ pH زائد الـ BOH شو بتساوي؟ 14. نيجي لهنا الـ pH هو عبارة عن ميجر الـ acidity، مقياس درجة الحموضة. البي هي عبارة عن فانكشن انك تستخدم ناقص لوج القيمة اللي بتيجي بعديها. فمثلا البي اتش هي عبارة عن ناقص لوج الاتش بلس. شو معنى انه البي اتش قليلة؟ معناته تركيز الاتش بلس ماله عالي. كل ما كان تركيز الاتش بلس عالي بيكون عندي اسيدك. اسيدك معناته في عندي هاي اتش بلس كونسنتريشن.
النيوترال هي حالة إنه بيكون عندي تركيز درجة الحموضة تساوي 7 بالضبط. الحاجة الثانية تركيز ال H بلس مساوي تماما لتركيز ال OH ماينس، هذا بكون ايش؟ نيوترال. البيسك بكون عندنا تركيز ال H بلس في قليل، تركيز الاتش بلس قليل. فإذا البي اتش هي ناقص لوك الاتش بلس، وكل ما نقصت عندنا البي اتش معناته الاتش بلس كثير. مثلا بنلاحظ بطارية السيارة البي اتش تقريبا السائل، طبعا البي اتش بتاعته تقريبا 1، دليل انه في عندنا اتش بلس كثير. بينما حمض الخل مثلا معروف انه اسيد، لكن ويك اسيد درجة الحموضة بتاعته بتكون ما بين 3 والـ4. البي او اتش مثلها مثل البي اتش، بنقولها انها ناقص لوك الاو اتش ماينس 1. البي كي بشكل عام بدخل ناقص لوك الكي. فالبي اتش من سكيل من 1 لعدة 14. لا عفوا، لوغاريتم سكيل هذا المقصود فيه. البي اتش هي عبارة عن اللوغاريتميك سكيل. فإحنا لما مثلا من هذه المعادلة بدي أطلع الاتش بلس، أنت على آلة الحاسب بتعمل انفرس اللوج، كأنك عامل 10 لقوة ناقص البي اتش. كذلك الأمر هنا لما بدي أنا التركيز الاو اتش بقول هو 10 لقوة ناقص البي او اتش. هدول حطيت لكم اياهم على اشياء اضافيه. هنا قلنا انه البي اتش هي ناقص لوك الهيدرونيوم او الاتش بلس، فلهذا السبب تركيز الهيدروجين، بما انه لوجاريتم البيس 10 تركيز البروتون او الهيدرونيوم بده يكون 10 هو ناقص البي اتش. على الاله الحاسبه تعلموا انكم تعملوها انتي لوج ناقص قيمه البي اتش. نفس الحاجة بالنسبة للبي او اتش، هي ناقص لوغاريتم من الاو اتش ماينس 1. اذا تركيز الاو اتش ناقص 1 هي 10 لقوة ناقص بي او اتش. ناخذ هذا المثال: the concentration of ion in a bottle on the table was 3.2 ضرب 10 قوة ناقص 4. هذا بقول انه في زجاجه فتحناها، كان تركيز ال H بلس بيساوي 3.2 ضرب 10 هو ناقص 4. هذا في البدايه، اذا رايت مباشره بعد فتح الغطاء after opening. تركت الزجاجة مفتوحة وبعد هيك قاسوا تركيز الـ H بلس بعد شهر معين، شهر أو مدة زمنية مقدارها شهر. وجدوا أن تركيز الـ H بلس 1 ضرب 10 قوة ناقص 3 مولر، هاد after 1 month. في الحالتين مطلوب منا نحسب البي اتش مباشرة لمحتوى الزجاجة مجرد ما فتحناها وبعد شهر. البي اتش طبعا بيساوي ناقص لوج تركيز الاتش بلس، وبالتالي هو ناقص لوج 3.2 ضرب 10 قوة ناقص 4، اللي هي بتساوي 3.49، اللي هو الجواب الأولاني هنا.
تمام. وهنا البي اتش بتساوي نفس الكون والناقص لوج تركيز الاتش بلس. الاتش بلس تغير قيمته الى ناقص لوج 1 ضرب 10 وناقص 3، فالجواب بده يكون 3 بالضبط، هو هذه القيمة. تمام، ناخذ هذا السؤال. نيتريك اسيد از يوزد ان ذا برودكشن اوف فيرتلايزر، انتاج السماد الكيميائي المصنع، الدايس، الصبغات، الدراجز والاكسبلوسيف. Calculate the pH of nitric acid solution having a hydrogen ion concentration of 0.75. معطيني انه تركيز ال H بلس قيمته. طبعا لو مش معطيني تركيز ال H بلس برضه هو بيساوي نفس تركيز ال HNO3. ليه؟ لانه عندي ال HNO3 هو strong acid. strong acid، إذا تركيز ال H بلس بيساوي 0.76. طبعا ايش بيفرق معنا في السترونج اسيد؟ انه هي عندي انا HNO3 التفكك عندي 100%، بعطيني H بلس اكويس زائد ال NO3 اكويس، في عندنا 100% ايونيزيشن او ديسوسيشن. اذا مباشره انا بعرف ان تركيز ال H بلس هو نفس التركيز الابتدائي للاسيد. فظل عندي اوجد ال بي اتش هي ناقص لوج ال H بلس وتساوي ناقص لوج البوينت 7.6. نحسبها على الآلة الحاسبة ونطلع الجواب كم بيطلع لنا. طيب ال pH of rain water collecting in a certain region of north northeastern United States on a particular day was 4.82. أنا عندي ال pH للمطر في المجمع في منطقة معينة في شمال شرق الولايات المتحدة في يوم معين كان 4.82. بدنا نحسب تركيز ال H بلس كم في الرين ووتر اللي هي مياه الأمطار. طبعا الدول الصناعية بتعاني من هذه المشكلة إنه تكون عندها أسيديك رين بسبب إنه المصانع بتطلع غازات، الغازات هذه مع بخار الماء بتتحول إلى أسيد، مرة ثانية بتنزل مع الأمطار. مشان هيك البي اتش للمية إحنا المفروض إنها تكون 7، بتكون تحت 7 يعني بتكون أسيديك. طبعا هذا كل ما زاد التلوث بصير عندنا ظاهرة الأسيديك غين. الآن عندي أنا بدي بعرف إنه البي اتش بتساوي ناقص لوج اتش بلس، تمام. فإذا ال H بلس بده يساوي 10 لقوة ناقص ال بي اتش اللي هي أنت بتعملها على الآلة الحاسبة أنتي لوج. فعندي 10 لقوة ناقص 4.82، تحسبها على الآلة الحاسبة وعودوا حالكم تحسبوها وتطلعوا هذا الجواب. 10، تأكد إنك تستخدم الآلة الحاسبة بطريقة صحيحة هون. 1 ضرب 5 في 10 قوة 5، هو نفس الجواب. نروح للسؤال الثاني. عندي أنا صوديوم هيدروكسيد سوليوشن، معطيني كم تركيز الصوديوم هيدروكسيد. برضو مرة ثانية بما إنه الصوديوم هيدروكسيد هو بيس قوي، الهيدروكسيد اللي عندنا راح يساوي نفس تركيز الصوديوم هيدروكسيد. ليش؟ لأنه الصوديوم هيدروكسيد بتفكك 100%، بعطيني الصوديوم كاتيون والهيدروكسيد أنيون. ننساش إنه
هاد عبارة عن سترونج الآن بيس. طبعا سترونج بيس معناته 100% ايونايزيشن. بالنسبة لنا هذا بيعني انه تركيز الهيدروكسيد هو نفسه التركيز الابتدائي للأسيد اللي هو عبارة عن 2.9 ضرب 10 هو ناقص 4 مولر. الآن مطلوب منا البي اتش. في البداية بنطلع البي او اتش، بما انه عندنا احنا معروف الاو اتش اللي هي عبارة عن ناقص لوج الاو اتش ماينس، فبطلع البي او اتش اللي هي ناقص لوج 2.9 في 10 هو ناقص 4. تمام، بطلع البي او اتش، فبتطلع لنا البي او اتش 3.54. الآن بقدر أستخدم إنه ال 14 بتساوي البي اتش زائد البي او اتش، فإذا بدي أنا البي اتش بدها تساوي 14 ناقص البي او اتش وتساوي 14 ناقص 3.54، فبيطلع الجواب اللي هو 10.46. طبعا كان بإمكاننا هنا نحل برضه بطريقة ثانية، إنه طالما معطيني تركيز الـ OH أوجد تركيز الـ H بلس من هذه المعادلة الـ KW بتساوي تركيز الـ H بلس بتركيز الـ OH ماينس، فبطلع بحسب هذه أولا تمام، وبعدين بطلع الـ pH. برضو هذه طريقة ثانية تعتبر طبعا، لكن بدها افتراض انه انا احطه في السؤال انه درجة الحرارة 25 مشان اقدر اعوض بدل كي دبليو 1 ضرب 10 هو ناقص 14. الان بتوقف عند هذا التمرين اللي هو تطبيق على الامثلة اللي احنا حللناها. هذا بكون عندكم واجب بيتي بتحلوه ان شاء الله. معطيك مثلا جزء معين، اما البي اتش او البي او اتش او الاتش بلس او الاو اتش ماينس، وبدك تحكي لي انه المحلول حمضي ولا قاعدي. هذا بنتركه لكم بتحلوه انتم المره الجاي، بنحله مع بعض في المحاضره، بس انتم حلوه في البيت اذا سمحتوا بعد هذا المحاضره. يعطيكم العافيه.